تبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال الإسكان بشكل عام والإسكان الأخضر بشكل خاص، وتمشيا مع رؤيتها نحو تحول الأخضر، جاءت مسابقة إسكان أخضر منخفض التكاليف أرامية إلى تقديم أفضل التصميمات في مجالات البناء الأخضر. تسعى الدولة المصرية بجهد دؤوب على مواكبة كل سبل التقدم في شتى المجالات، وفي مجال الإسكان تأتي الخطى التي تخطوها الدولة مؤكدة لهذه المساعي. وفي هذا الإطار تقوم الدولة المصرية بدعم وترسيخ مفاهيم البناء العصري والمنازل الصديقة للبيئة من خلال دعم وتحفيز هذه الاستثمارات. تلقينا احنا في إنشاء 649,000، عشان يعني مش 650,000، مش بنخرق ده، فعلا على ارض الواقع في 649,000 وحده جاهزه متوزعه على 27 محافظه، في 211,000 وحده سكنيه في مراحل الانشاء شغالين فيهم وهيبدا تسليمهم اعتبارا من بدايه العام القادم. نعمل دليل لاستخدام البناء الاخضر في حتى المواطن الطبيعي العادي يقدر يبقى عنده دليل يقدر يخلي بيته اخضر او متوافق مع البيئه ويقدر يحسن من معيشته. ان احنا بنعمله دلوقتي بنحط خطوات على الارض تنفيذيه بحيث نحقق التوجه ده. واليوم تاتي مسابقه اسكان اخضر منخفض التكاليف مؤكده لهذا الاتجاه من خلال تلك المسابقه الهادفه الى تقديم افضل التصميمات في مجالات البناء الاخضر وفق احدث ما وصلت اليه اخر البحوث الاكاديميه في هذا الخصوص. التحول إلى أنماط البناء الأخضر لتشييد مساكن غير تقليدية لمستقبل نظيف خال من الانبعاثات الكربونية هو اتجاه تؤكده الدولة بشكل مستمر. العمارة الخضراء هي مسابقة تصميم إسكان أخضر تهدف إلى بناء نحو 25,000 وحدة سكنية صديقة للبيئة منخفضة التكاليف، ويأتي كثمرة تعاون بين وزارة الإسكان والمركز القومي لبحوث الإسكان والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي لتنظيم الإسكان. تبدأ المسابقة في تلقي الطلبات للتسجيل بدءا من أكتوبر القادم، ومن شروطها أن تكون التصميمات جديدة وعصرية وغير تقليدية أو مكررة محليا أو دولية، أو أن تكون حاصلة على أي جوائز محلية أو دولية، أو سبق المشاركة بهذه التصميمات في مسابقات سابقة.